يا مساء الفل على كل متابعين كوره بلس في كل مكان، ومتابعتنا ما زالت مستمره معاكم من دوري الالعاب الافريقيه اقرا 2023 اللي بتقام في غانا خلال الفتره الحاليه. بعثه المنتخب المصري وصلت اليوم الى الميداليه 156 في جدول الترتيب في صدارته، بعد ما اضاف المنتخب التايكوندو ميداليتين، ميداليه ذهب وميداليه برونزيه، عشان نواصل تصدرنا للمنافسات في كافه الالعاب هنا في اقرا. برضو منتخباتنا النهارده لعبت، منتخب التنس ايضا بدأ منافساته بفوز لمحمد صفوت وفوز لميار شريف، اللي طبعا الاثنين بيسعوا لخطف الميداليه الذهبيه من اجل التأهل الى الاولمبيات المقبله ان شاء الله. وفي باقي المنافسات، منتخب الكره الطايره قدر يفوز النهارده على بوركينا فاسو بنتيجه 3 أشواط دون رد عشان يتأهل بصداره مجموعته في منافسات كره الطايره. وفي منافسات كره اليد، منتخب مصر يفوز النهارده في المباراه الحاميه قدام المنتخب النيجيري بنتيجه 27-24، مباراه اللي شهدت تألق عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر كره اليد، اللي قدر يتصدى ل 23 كره في المنافسات اليوم علشان يوصل منتخبنا الى الدور نصف النهائي ويواجه بنين ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل. لم يتم تحديد الساعه حتى الان، ولكن ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل المنتخب المصري يواجه بنين في نصف النهائي البطوله، وباذن الله يوم الجمعه تقام المباراه النهائيه، وان شاء الله تكون ذهبيه جديده للمنتخب المصري لكره اليد اللي بيشارك طبعا بمنتخب الشباب في البطوله بقياده الكابتن طارق محروس. بكره ان شاء الله هتستكمل باقي المباريات التنس الارضي والتايكوندو وايضا باقي المنافسات في العاب القوى، طبعا هنتابعها كلها وهنكون معاكم في كل الملاعب، وما تفوتش لعبه على كوره بلس، واستنونا دايما.